لم تتأثر حركة النقل البري بين بغداد وكركوك كثيرا، حيث تشهد ساحات النقل وسط العاصمة حركة تبدو جيدة رغم عمليات فرض القانون التي تشهدها كركوك، لكن هذا لا يعني أن حركة المركبات عن طريق البر قد توقفت. كل شيء موقع، جاء نروح بعد سيارة، جاء نروح نرجع، جاء قبض كركوك، هاي عائلة من جتة جاي راح قالك ما عم هناك جاي يشترون غراض واخذهم مروح. الوضع زين يعني، بس استد الطريق يوم واحد ما استد بعد اكثر يعني، والقطاعات انا استوني جيت هسه طبيت من كركوك يعني الحمد لله كمان، والناس تروح ترجع عادي يعني الوضع رجع كما هو يعني. من يحمل أمتعة السفر بيده ليغادر إلى كركوك يصف الطريق بالمؤمن ولا داعي للخوف والقلق حسب تعبيرهم. والله أنا كمسافر الطريق نعمة وأمان وما في شيء يعني، والله الطريق زين وما في أي مشكلة. أنا كمسافر ورايح الكركوك والطريق أمان، وماكو داعي العالم تخاف وتقول ما نروح الكركوك أو سيطرات أو اشتباكات أو فشي، ماكو شيء. وكانت حركة النقل البرية بين بغداد والمحافظات الشمالية قد تأثرت بعض الشيء نتيجة تداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل. بعد توقف دام ليوم واحد نتيجة العمليات الأمنية، هي حركة النقل تعود من جديد بين بغداد وكركوك. حسن فالح، قناة الرشيد الفضائية، بغداد.